مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم جبت لكم مسلسلات تركية مستوحاة من قصص واقعية. بيني وبينكم كذا، انا ما كنت متوقعة انه هذه المسلسلات هي في الاساس قصص حقيقية، ولكن عليها طبعا بعض الدراما علشان يحليها كذا في عيوننا وتكون كذا فيها إثارة وفيها شد للمشاهد. على فكرة، وكمان بعض المسلسلات غيروا نهايتها، لأنه نحن بطبيعتنا يعني كمشاهدين دائما لما تكون في القصة كلها مأساة لازم نحب إنه النهاية تكون سعيدة، ولكن في مسلسلات نهايتها في الواقع غير سعيدة، ولكن في المسلسل نهايتها سعيدة. ليش؟ علشان يرضي المشاهد. والآن خلوني أقول لكم إيش هي المسلسلات التركية اللي بتكلم عنها. لا تنسوا تعملوا هذا الفيديو لايك إذا عجبكم أو أي فيديو في القناة، ولا تنسوا تشتركوا إذا كنتم مو مشتركين. وبس والله خلونا نبدأ بأول مسلسل. مسلسل طائر الرفرف، هذا المسلسل بينعرض حاليا وعامل حوالينا ضجة هذه الأيام بسبب اكتشاف الناس إنه هذا المسلسل مقتبس من قصة حقيقية. هذا المسلسل قصة مأخوذة من أحد روايات الطبيبة النفسية جولسيران أوغلو. اشتهرت هذه الطبيبة بأنها بتنشر روايات تحكي فيها قصص مرضاها، وطائر الرفرف هو أحد هذه القصص الحقيقية اللي هي كتبتها في أحد كتبها. قصة المسلسل بتدور حول اثنين، فريد وسيران، اثنيناتهم تزوجوا بعض غصب عنهم. تبدأ القصة من عند فريد. فريد لأنه مشي بطال ونسوانجي، فقرر جده أنه يعدل من سلوك هذا الولد ويخليه يتزوج، وطبعا جده في البيت كلمته كلمة ما تنرد. فعلشان كده فرض عليه أنه يتزوج بنت، ولكن مش من بنات المدينة، من بنات الريف. فالجد بيوكل زوجة عمهم بأنها هي اللي تروح وتختار لوحدة من بنات الريف، فهو بعد ما تختار له تجيبه على الريف. وسبحان الله سبحان الله، أول ما وصل على عنتاب هو على طول شاف سيران وخطفت قلبه في السوق. تمام، زوجة عمه في الأساس اختارت أختها لتكون زوجة لفريد، ولكن في اليوم قراية الفاتحة ونحن نسميها الشوفة، فمكثر ما هي مربوشة وهي بتقدم القهوة سكبت القهوة على الأرض. دخلت أختها سيران علشان تنقذها، هو هنا قال خلاص هي دي سيران، هي راح تكون زوجتي. وأبوها يفرض عليها أنها تتزوجه، وبتتزوجه غصبا عنها، ومن هنا تبدأ الأحداث والمشاحنات. هذه الطبيبة لما قالوا لها أنه هل هذه كل الأحداث حقيقية لهذا المسلسل، صرحت هذه الطبيبة النفسية أنه هذه القصة لو شافوها أصحاب القصة الحقيقية اللي هم سيران وفريد، هم أنفسهم ما راح يصدقوا أنه هذه قصتهم، لأنه فيها كثير تغيير في الأحداث. ولما سألوها مين أول شخص جلى عندك علشان يتعالج، فقالت لهم سيران، وسيران سحبت فريد، وفريد جاب العائلة كلها علشان تتعالج عند هذه الطبيبة النفسية. مسلسل راما، مسلسل راما من أكثر المسلسلات اللي حظى بشعبية وحب من الناس كلها، حتى تأثرت وتضامنت معاه، لأنه بيجمع بين الدراما والأكشن، وهذا أكثر شيء بيجذب المشاهد. رامو نشأ في حي فقير، حي متعودين فيه على العصابات، فهو كان كثير طيب وكان الناس تحبه، ولكن كان برضه تاع عصابات. فسبحان الله، رغم التناقض بين الشر والخير ورغم التناقض في هذه الشخصية، لأنه كل الناس اللي في هذا الحي بيحبه، فبيشتغل كحارس شخصي عند أحد الأثرياء وبيتقرب كثير منه لأن يصب يده اليمنى. هو ما بيتقرب منه حبا فيه لا، ولكن انتقاما منه لأنه هو اللي قتل أبوه. بنت هذا الرجال الثاني تحب رامو، في يوم تشوفه هو بيقتل أبوها، وهنا تبدأ الأحداث بين الحب والكره. رغم هذه الأحداث كلها اللي في هذا المسلسل، إلا أن هذا المسلسل انتهى نهاية سعيدة وتزوجوا فيه سيبال ورامو، ولكن الصدمة كانت في النهاية الحقيقية. النهاية الواقعية في القصة الحقيقية اللي صارت هو أنه بوز الصديق المقرب لرامو أخذ رامو المنطقة اللي نشأوا فيها وقتله في نفس المستودع اللي هم ما أدري، ما تابعت المسلسل صراحة، وتابع المسلسل راح يعرفوا إيش هو المستودع. ومات في الأخير رامو، ولكن لأنه المشاهد دائما تواق وبيحب النهايات السعيدة، كانت نهاية المسلسل سعيدة لك عزيزي المشاهد. مسلسل رجل العصا، هذا مسلسل بينعرض حاليا وقصته حقيقية ومستوحاة من الواقع. بيني وبينكم كذا،
أنا مش مصدقة أبدا إنه من الواقع، يعني ما بيتصدق أبدا. بحكي لكم إيش قصته. قصته بتدور حول واحد اسمه تامر. تامر بيعيش ضغوطات نفسية بسبب معاملة أهله السيئة له، فلما بيكبر بيكون مصمم تقريبا برمجيات، فبيصمم لعبة وبتشتريها منه أحد الشركات وبيصير مليونير، يعني بتشتريه بملايين الدولارات وبيصير مليونير. فبيشتري بيت وبياخذ أهله اللي هو تاركهم من سنين وبيخليهم يعيشوا معاه في نفس البيت، وبياخذ زوجته وأخته اللي هم عايشين معاه وكمان بيخليهم في بيت واحد، يعني بيخلي الكل في بيت واحد. طبعا في بينهم مشاحنات جدا قوية. فهذا تامر بيقوم بيستكشف القصر، فلما بيستكشفه بيكتشف فيه بدروم. هذا البدروم باين عليه انه كان فيه تعذيب او حاجة، لانه كان مش عارف المستعمر كان او شي، مش عارفة مش ذاكرتها بصراحة. فهو بيدور في القصر وبيحاول انه يكتشف، فبيقوم وبيكتشف بدروم في القصر. بيدخل هذا البدروم بيبان كده عليه بدروم تبع تعذيب تبع طقوس اخرى. هو هنا طنت براسه، بيخرج للشارع بيلاقي واحدة كذا سكرانة بيختطفها، واللي هي بيري البطلة، وبيحبسها في القبو. دي بيري تكون عايشة مع أختها وزوجها، يعني هي متزوجة ومعايشة أختها عندها، ولكن في يوم بتتأخر وبترجع للبيت بتلاقي أختها وزوجها مقتولين مع بعض، يعني فهمكم كفاية. فهي بتكتشف أنه أختها اللي هي ضحت علشانها بتخونها مع زوجها. المهم تدخل في حالة نفسية، فهذاك اليوم بتقوم بتسكر وهو بيلتقطها من الشارع ولا هو عارف مين هي، أهم شيء إنه يخطف ويجرب شعور المكان يعني علشان يعمل له دراما لحاله. المهم حالة نفسية، هو المسلسل حالة نفسية حرفيا. فبيختطفها وبيحبسها في القبو لعدة أيام وبيكون مهووس بحبها، وهي لا هي عارفة من هو ولا هو عارف من هي. بس هذا هي قصته. طبعا هذا المسلسل كان في الأساس اسمه رجل القمامة، ولكن تم تغيير اسمه إلى رجل العصا لأنه بطل المسلسل في الأساس، يعني في الواقع في الحقيقة البطل موشوم على إيده رجل العصا، فلذلك تم تسمية المسلسل برجل العصا. طبعا أحداث هذا المسلسل أشبه بالخيال يعني، وخيالية أساسا. كيف واحد بيخطف واحدة؟ لا يعني وصل لأقوى مراحل الحالة النفسية، هذا لازم يتحول لقول سيران أغلى. المهم ننتقل للمسلسل اللي بعده، مسلسل إخوتي. هذا المسلسل من كمية الكآبة من كمية المأساة ما توقعت أبدا أنه قصة حقيقية، ولكن الصدمة كانت أنه هذا المسلسل قصته حقيقية في الأساس. قصته بتدور حول ثلاثة، يعني بصراحة حتى وأنا بتكلم مصدومة أنه قصة حقيقية يا جماعة. من أول حلقة يعني دموع أربع أربع، من أول حلقة بيصيحوا، من أول حلقة بيموت أبوهم وأمهم، يعني يا ساتر على كمية الكآبة. هذا المسلسل أنا ما قدرت أكمله بسبب كمية الكآبة، يعني دخلني بحالة نفسية من كثر المأساة اللي بشوفها فيه. صح هم مزودينها باين عليهم، مزودينها في الدراما زيادة، بس مش للدرجة هذه اللي هي تكئب. وبعد المسلسل طويل طول والأحداث، وكل ما يخرجوا من مصيبة يدخلوا في مصيبة، لدرجة أنه بسأل أختي أنه هذا المسلسل مكانه شغال ولا خلاص انتهت مأساتهم؟ قالت لي لا، لحد اليوم مكانهم مأساة ورا مأساة، مأساة ورا مأساة، يعني ما شافوا يوم حلو في حياتهم. الله يعينهم. هذا المسلسل بيدور حول أربع أخوة اللي هم أمل وقدير وعمر وآسيا. آسيا أبوهم وأمهم بيتوفوا وما بيتركوا لهم شيء، فبيضطروا إنهم يعتمدوا على أنفسهم ويكافحوا علشان يتغلبوا على كل العقبات اللي بتواجههم. بالمجمل هذا المسلسل بيتكلم عن الروابط الأخوية، كيف الأخوة قلبهم على بعض، كيف هما بيساعدوا بعض، بيساندوا بعض، بيضحوا علشان بعض. فهذا الخلاصة تبع المسلسل، ولكن كمسلسل في كمية تمطيط، في كمية أحداث ما لها داعي، يعني غصب غصب لازم يحزنوا غصب كذا أحسه. إذا كانت هذه قصص حقيقية اللي جايبينها له، يعني أحداث حقيقية حصلت معهم، فجد الله يعينهم. أما كحياة إنسان بشري طبيعي يحصل مع هذا الأشي، لا يعني حسيت أنه خيال أكثر فيه. مسلسل فتاة النافذة، كمان هذا المسلسل مقتبس من أحد روايات الطبيبة النفسية جولسيران أوغلو. هذا المسلسل بيدور حول شاب اسمه سيدات، ابن رجل أعمال ثري جدا في البلد، والبطلة اسمها نالان بتشتغل عند الأب في الشركة، فأبوه بيحبها كذا وبيخليه يتزوجها، فسيدات بيتزوج نالان.
سادات بيحب واحدة ثانية غير نالان، فهو رافض من الزواج منها، ولكن غصبا عنه بيتزوج. يا أخي كل قصصهم تزوج وغصب غصب غصب غصب. المهم شكل تركيا كلت أبوها متزوجة غصبا عنها، وهو بيكون بيحب واحدة ثانية غير نالان. أبوه رافض إنه يزوجه من هذه المرأة اللي يحبها، لأنه معها أطفال وكمان أكبر منه بالعمر، فعلشان كذا بيجبره إنه يتزوج من نالان. نالان بتحاول بشتى الطرق إنها تكسب قلبه، ولكن هو مش قادر يحبها لأنه عقله وحسه عند واحدة ثانية. المهم فبتطلب منه الطلاق وبيطلقها وبتتزوج السائق الخاص فيها، وبعدين بتعيش معه برغم انه هذا السائق خبى عنها انه هو متزوج ومعه اطفال، الا انها اتخلت عن كل شيء علشانه وتزوجته، كل شيء تمام وامورها زينة، الا انه هذا السائق عينه طويلة رحب واحدة ثانية وقالها بطلقك انتي. فهي رفضت انه يطلقها بعد ما ضحت كل التضحيات هذه علشانه، فهو يعني بالغصب حابب انه يطلقها، يعني لازم يطلقها. فاخذها للطبيبة النفسية وبدأت تعالجهم هما الاثنين، فبدأوا يحكوا لها حياتهم من الصغر الى ان كبروا. طبعا الطبيبة بتقول اول ما دخلت علي هذه المريضة، فكانت السكرتيرة تبعي بتقول لي في واحدة كذا طابع كلاسيكي انيقة بزيادة، شكلها يعني كذا شكلها غريب. فهي قالت لي يلا دخليها اشوف مين هذه السيدة الغريبة في لبسها. فراحت فعلا شافتها سيدة جدا أنيقة جميلة، فحكت لها القصة إيش اللي بينها وبين زوجها إنه حابب يطلقها وهي لو اللي ضحت علشانه وكذا. فراحت أخذتها على جنب فاستفزها جدا، قالت إنه هذا السائق جدا استفزها بردوده وطريقة تعامله معها وقديش هي كانت إنسانة جدا لطيفة. طبعا هذا في الواقع وليس في المسلسل. كانت قديش كانت جدا لطيفة، كلاس في تعاملها وكمان في لبسها، يعني كانت كل شيء بيرفكت كان فيها، وكانت من أيام العصر الجميل على قولتها. وهو كان عكس كذا تماما، هو حاب بس يتزوج، أنا حبيت واحدة ثانية بطلقك بس كذا كان. بدأت تعالجهم من خلال جلسات هي السائق تبعها أو زوجها الثاني. مسلسل عروس اسطنبول، هذا المسلسل مأخوذ كمان من أحد روايات الطبيبة النفسية جلسيران أغلو، اسم هذه الرواية الغرفة الحمراء. والله شكل هذه الطبيبة كاب عاش كل مرضاها على العلن. بطلة هذا المسلسل ثريا بتعاني من مرض انفصام الشخصية بعد بطل المسلسل اللي اسمه فاروق. بتمر السنين وبترجع ثريا لأنها تنتقم من فاروق، فبتخفي هويتها الحقيقية وبتتزوج من فاروق. فبيصير أحداث ثريا بتقوم بتقتل فاروق وبتسمم حماتها، ولكن المأساة اللي تصير هو إنه بنتها لثريا تشوفها وهي بتسمم حماتها، فبتتحول بنتها من بنت طبيعية إلى بنت مريضة نفسيا. هذا ملخص للقصة الحقيقية لهذا المسلسل، ولكن الناس انزعجت أو خفت وحبت الأبطال اللي هم ثريا وفاروق كثير، فلذلك حولوا النهاية إلى نهاية سعيدة علشان يرضوا الناس. مع العلم أنه شركة الإنتاج نزلت أساساً الإعلان الحزين أو النهاية والخاتمة الحزينة لهذا المسلسل، ولكن بسبب انزعاج الناس ومش يعني الناس ما كانت متقبلة أبداً أنه ينتهي المسلسل بهذا الشكل الحزين، فختموا المسلسل بنهاية سعيدة. وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هذه بعض المسلسلات فقط اللي هي مأخوذة من قصص واقعية، ولكن في مسلسلات أكثر من كذا مأخوذة، ولكن اخترت هذول المسلسلات لأنهم الأكثر تأثيرا، اللي الناس حبتها أكثر شيء، واللي يمكن أنتم قد تكونوا تابعتوها وأصلا مش عارفين إنها مأخوذة ومستوحى من قصص واقعية. بس والله لحد هنا نكون انتهينا من كل المسلسلات. شكرا لكم، شكرا للأشخاص اللي وصلوا لحد هنا، تعال العين والرأس. وبس والله لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا إذا كنتم مشتركين. أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.